الانسيال ده يا جماعه مش ذهب، بس ولنفترض انه ذهب وقطعته. لو قلت لكم هديكم الانسيال الذهب ده وهو مقطوع هتقبلوا؟ طبعا هتقبلوا. طب لو قطعته مره كمان هو مش راضي يتقطع هتقبلوا؟ برضه هتقبلوا. طب لو رميته في الارض وقلت لك خده هتقبلوا؟ طب لو دست عليه برجلي هل هتقبل؟ برضه هتقبل. طب ليه؟ لان الذهب ما فقدش اي حاجه من قيمته الذهبيه. الانسيال ستيل ذهب ومازال قيمته فيه، لكن فين؟ في المكان اللي يعرف قيمته. طب مين هيعرف قيمته؟ اللي يفهم ان ده ذهب. لكن لو واحد مجنون مش هيعرف ان ده ذهب ولا هيعرف قيمته. انا ذهب يا جماعه، حتى لو وقعت، حتى لو حصل لي ايه، حتى لو تعثرت، حتى لو فشلت، انا ما زلت ذهب، ما فقدتش اي حاجه من قيمتي. لازم كل انسان كويس ومحترم وعنده اخلاق يعرف قيمته كويس، وما يخليش حد يهز ثقته بنفسه او يقنعه انه مش ذهب. في ناس فالصه بس متغطيه بميه الذهب زي الانسيال ده، بس في الاخر هيصدي، لكن الذهب الحقيقي عمره ما يصدي. فخليك واثق من نفسك كويس وعارف انك ذهب، ومهما حصل لك ايه مش هتصدي.